هذا هو عبارة عن مخطط حياة الطبيب من لحظة قبوله بكلية الطب إلى اللحظة اللي يوصل بيها لأعلى التخصصات ويفتح عيادة. المشكلة ما موجود بهذا المخطط إيش وقت يتزوج الطبيب. الظاهر ما موجود أصلاً الزواج بمخطط الطبيب. رح تنقرض سلالة الأطباء. مرحبا شباب وبنات، يا رب ان شاء الله الكل يكونوا بخير. انا الدكتور عبد الرحمن، خريج طب الكوفة دفعة 24. اليوم ان شاء الله راح نسولف عن طريق الطب بالعراق. طريق الطب بشكل رسمي يبدأ من لحظة قبولك بكلية الطب، ولكن احنا ما راح نسولف عن كلية الطب لانه اكو فيديو خاص لها. يكفي انه نقول انه نتيجة كلية الطب بطريق الطب هو شغلتين فقط. الشغلة الاولى هي تأهيل لك حتى تصير طبيب، لانه انت تصير طبيب من المستشفى مو من كلية الطب. كلية الطب كلها بحد ذاتها لمدة 6 سنوات هي فقط تأهيل لك حتى تروح للمستشفى وتصير طبيب. لهذا أنا أعتبر كلية الطب هي عبارة عن تصريح لك حتى تروح تدرس الطب بشكل فعلي بالمستشفى. وثاني شغلة راح تحصلها من كلية الطب هو المعدل التراكمي اللي راح يتحكم بمسيرتك الطبية، فراح يتحكم بتوزيعك بأول سنة تعيين وبثاني سنة تعيين وبثالث سنة تعيين، وأيضا راح يتحكم بالاختصاص اللي راح تختص به. بعد كلية الطب راح تقعد فترة من الزمن بالبيت. خلال هاي الفترة أنت حر، ما عندك أي التزام لا مع الجامعة لا مع المستشفى لا مع أي كائن كان. تقدر تشتغل بمستشفى أهلية، تقدر تشتغل بعيادات خاصة لأطباء، تقدر تختار الشغل اللي أنت تريده لمدة سنة قبل لا تتعين. قبل أن نسولف عن فترة التعيين لازم نعرف أنه طبيب العراقي ممكن يتعين على وزارة الصحة واللي هو الطريق الطبيعي للطب العراق، وممكن يتعين على وزارة التعليم يعني يصير معيد بالكلية، والطبيب أيضا ممكن يتعين على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ويكفي أن أقول لك أنه بهاي الوزارات الداخلية والدفاع أنت ممكن تقدم عليهن وأنت طالب وتتعين وأنت طالب وتأخذ راتب وأنت طالب، فإذا مهتم بالموضوع ابحث عنه. وأيضا ممكن الطبيب يتعين على وزارة النفط، وما عندي فكرة عن التعيين على وزارة النفط. ثاني أشهر 5 وزارات ممكن الطبيب يتعين عليهن، ولكن مع ذلك أنا متأكد أنه أي تصور بدماغك عن حياة الطبيب بشكل عام فهو أكيد مبني على التعيين على وزارة الصحة، واللي مثل ما قلت هو الطريق الطبيعي للطب العراق. فبهذا الفيديو راح نسولف على التعيين على وزارة الصحة حصرا، ونذكر شوية التعيين على التعليم. فبعد ما انقضت هاي السنة اللي قعدتها بالبيت واللي سويت بيها الشي اللي تريده، حتى وين كنت قعدت بالبيت تريد ترتاح ما تريد تسوي شيء، المهم انه انتهت هاي الفترة، راح تبلش بعد ذلك فترة التعيين. وفترة التعيين تبدي بخبر اللي هو انطلقت استمارة التعيين، قدم على التعيين. هاي الاستمارة هي عبارة عن شيء مشابه للاستمارة اللي قدمت من خلالها على كلية الطب القبول المركزي. بهاي الاستمارة راح ناخذ شغلتين بنظر الاعتبار. الاول هو معدلك التراكمي، فمقدار معدلك التراكمي هو اللي راح يتحكم وين راح تتعين. والشغلة الثانية هي بطاقة السكن، يعني مكان سكنك وين، وهاي أيضا القوانين تتغير من سنة إلى أخرى. فالمهم أنه المعدل التراكمي إلى دائما السلطة العليا بتحديد توزيعك وين. من هاي الاستمارة راح يصير توزيع الأطباء الخريجين الجدد على المحافظات على دوائر الصحة، ومن ثم أخيرا على المستشفيات. فأنت من تقدم ما تقدم فقط على المحافظة، وإنما أيضا تقدم على دائرة الصحة، وبالتالي دائرة الصحة بعدين بعد ما يطلع تعيينك هي اللي توزعك على المستشفيات. فأنت ما تقدم على مستشفى معينة وإنما تقدم على دائرة صحة. زين، طلع قبولك بالنهاية على مستشفى معينة، شنو راح يصير خلال السنة الأولى من التعيين؟ طبعا السنة الأولى من التعيين نسميها الإقامة الدورية. شنو يعني إقامة دورية؟ إقامة لأنه أنت راح تقيم بالمستشفى، راح يكون دوامك لساعات طويلة بالمستشفى، وأساسا بشكل طبيعي وبشكل يومي فأساسا عندك احتمالين للدوام. الاحتمال الأول هو من الساعة 10 بالليل إلى الساعة 8 الصبح، والاحتمال الثاني من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 10 بالليل، فدوام نهاري ودوام ليلي، فهذا يعتمد بعد على المستشفى اللي أنت بيها. زين، إقامة افهمنا شنو معناتها، دورية شنو معناتها؟ دورية لأنه أنت راح تصير تدور بأقسام المستشفى أو بالمستشفيات المختلفة التابعة لنفس دائرة الصحة،
يعني بنفس المحافظة، فراح تقضي 3 أشهر بالباطنية و 3 أشهر بالجراحة و 3 أشهر بالنسائية و 3 أشهر بالأطفال، وهاي الأمور أيضا تتغير على حسب نظام دائرة الصحة اللي أنت تنتمي إلها. كل فترة من هاي الفترات الأربعة راح نسميها روتا، روتا من روتيشن، لأنه الإقامة الدورية لمدة سنة كاملة أنت بيها طبيب تحت التدريب، لازم تمر على هاي الأفرع حتى يتم تدريبك. ببداية الإقامة الدورية راح تعيش كم أسبوع نسميه أوفرلاب. شنو يعني أوفرلاب؟ أوفرلاب معناته تداخل، يعني راح يتداخل وجود المقيمين الدوريين السابقين مع المقيمين الدوريين الحاليين. بهالفترة السابقين راح يعلمون الحاليين أمور معينة عن المستشفى، منها أمور إدارية، منها أمور قانونية، منها أمور معينة ما تعلموها بكلية الطب، وممكن أيضا يسوي لك مراجعة سريعة للطب حتى يأهلوك تداوم إقامة دورية، ودائما راح يكون أكو طبيب أعلى من عندك موجود فوق راسك حتى يراقبك ويراقب أخطائك في حال إذا أخطأت خطأ معين ممكن يتداركه. هسه لازم نفهم شغلة مهمة جدا، هي أنه الإقامة الدورية هي واقعة ضمن قانون التدرج الطبي اللي هو عبارة عن هرم طبي، فالإقامة الدورية راح تكون بقاعدة الهرم، واللي أعلى من عندها هو التدرج، واللي أعلى من عنده هو عبارة عن المقيم الأقدم، واللي أعلى من عنده هو عبارة عن الطبيب الممارس. فبعد انتهاء الإقامة الدورية اللي هي أول سنة تعيين أيضا رح يصير إعادة توزيع للأطباء، إعادة توزيع باستمارة معينة نفس الاستمارة اللي قدمت عليها بالإقامة الدورية، وأيضا رح يصير التوزيع على حسب المعدل التراكمي. بالسنة الثانية من التعيين رح نسميك تدرج، والتدرج شنو معناته؟ يعني انه انت قاعد تتدرج بالهرم الطبي. بالإقامة الدورية لمدة سنة كاملة كان الغاية الأساسية من عدها هي انه تتدرب، لأنه انت طبيب تحت التدريب. أما بالتدرج فالغاية الأساسية من التدرج هو انه انت كطبيب بعد ما تدربت تروح تسد مكان معين، يعني إلك حاجة بمكان معين فيدزوك لهذا المكان، فاحتمالية دوامك ممكن تكون تبقى بنفس المستشفى مثل ما انت مقيم دوري، ولكن تبقى بفرع معين لأنه ما اجى أطباء جدد فتبقى بمكانك حتى تسد المكان اللي انت فيه، أو محتمل يحتاجون طبيب ذو خبرة بمكان معين فيدزوك لهذا المكان، مثلا يدزوك تداوم حروق، ومحتمل يصير توزيعك على المراكز الصحية فتروح لمركز صحي تداوم به، يعني مستوصف. دوامك بالمركز الصحي يختلف من طبيعة مركز إلى طبيعة مركز آخر، ولكن بالغالب مثل ما نعرف على المراكز الصحية هو دوامهم يبلش من الصبح وينتهي الظهر، يعني نفس الدوام الطبيعي اللي كنت تداومه بكلية الطب، يبلش من 8:30 وينتهي 2:30. بعد ما تكمل تدرج لمدة سنة كاملة راح تصير مقيم أقدم. شنو يعني مقيم؟ يعني راح ترجع تقيم بالمستشفى، وراح يرجع دوامك لساعات طويلة بالمستشفى، وراح ترجع ممكن تداوم 24 ساعة بالمستشفى متواصلة. زين شنو أقدم؟ لأنه أنت صرت ذو خبرة فصرت قديم. التوزيع على الإقامة القدمى راح يختلف عما هو عليه بالتدرج وبالإقامة الدورية، التوزيع راح يصير على الأفرع على اختصاصات الطب، فمثلا راح تتوزع على الباطنية، على الجراحة، على النسائية، على الأطفال وهكذا، فممكن تصير مقيم أقدم باطنية، مقيم أقدم جلدية، مقيم أقدم عيون، مقيم أقدم نسائية، مقيم أقدم أطفال وهكذا. شلون راح يصير التوزيع على الإقامة القدمى؟ وهو أساسا الوقت اللي راح تختار به التخصص اللي تريد تتخصص به. راح يصير التوزيع أيضا اعتمادا على المعدل التراكمي، وحاليا أيضا على بطاقة السكن، فاثنيناتهم المعدل التراكمي وبطاقة السكن، يعني مكان سكنك وين. راح تنزل استمارات مستمارة واحدة هي عبارة عن توزيع الأطباء على أماكن معينة بتواريخ معينة، يعني مثلا أنت بفلان يوم تروح أنت لفلان مكان، بهذا المكان راح تجي لجنة من وزارة الصحة. شنو راح يصير بهذا المكان؟ ببساطة راح يتم توزيع الأطباء على الأفرع. هنا احنا قاعد نحكي اعتمادا على المعدل التراكمي وبطاقة السكن، فكل اطباء يتوزعون بمحافظتهم، مثلا اطباء بغداد ببغداد، اطباء النجف بالنجف، فتقعد اللجنة ومثلا تاخذ مجموعة من الاطباء مثلا 250 طبيب، تصيح باسامي الاطباء بالتسلسل اعتمادا على المعدل التراكمي، فيجي الطبيب الاول يسأله انت شو تريد، فمثلا يختار جلدية، خلاص يطو جلدية قوم مثلا هيك شيء، يجي الطبيب الثاني يريد عيون وهكذا، إلى أن يوصلون للطبيب 250. لما يوصلون للطبيب 250 فأغلب الاختصاصات
أخذوها أصلاً، وهو راح يأخذ بالنهاية من الاختصاصات اللي بقت، فلهذا السبب راح يحكمه المعدل التراكمي. فتسلسل أسماء الأطباء على المعدل التراكمي. فهذا الطبيب ال 250 مثلا من راح يجي راح يلاقي الجلدية ما أخذيها، العيون ما أخذيها، باقي له مثلا باطنية، جراحة، هيك أشياء راح يختار من الموجود. خلصوا ذول ال 250 طبيب، راح تجي لجنة ثانية بيوم ثاني، ممكن نفس اللجنة وممكن بمكان ثاني أيضا مجموعة أخرى من الأطباء يتم توزيعهم، إلى أن يتوزعون كل أطباء المحافظة على اختصاصاتهم على أفرعهم. بعد ما يتوزع الطبيب مثل ما اتفقنا راح نسميه مقيم أقدم. لازم يتم توزيع كل الأطباء، ما ينفع طبيب ما يتوزع، ولكن في حال إذا مثلا اخترت تخصص معين أنت ما تريده ممكن تغير هذا التخصص، ولكن عملية تغيير التخصص مو عملية سهلة، لازم تجي موافقة من الوزارة، فالعملية صعبة. فالأفضل أنه أنت تحدد شنو الاختصاص اللي تريده وتختاره وتنتهي من المسألة. زين، نرجع لهرم قانون التدرج الطبي. صرت أنت مقيم أقدم، راح تبقى بالإقامة القدمى سنتين، راح تكون مثلا مقيم أقدم باطنية. الباطنية أيضا بيها أقسام معينة، فمثلا أنت مقيم أقدم باطنية ولكن تداوم مثلا بمركز القلب، تداوم مثلا بأماكن معينة تابعة أيضا للباطنية وهكذا، تداوم لمدة سنتين. بعد ما تكمل ذني السنتين تصير طبيب ممارس، يعني تصعد بهرم التدرج الطبي تصير طبيب ممارس. من تصير طبيب ممارس يصير بعد من حقك تفتح عيادة، ولكن العيادة أيضا بها شروط وبها تفاصيل أخرى. لازم تأخذ إجازة فتح عيادة، وأول شروط من شروط الإجازة أنه تصير طبيب ممارس. ولكن أيضا العيادات تختلف بأنواعها، فأكو عيادة خاصة للطبيب، وأكو عيادة مثلا جراحية. العيادة الجراحية لازم تأخذ تخصص، يعني تدرس البورد وتكمل 5 سنوات بالبورد وهكذا. فالعيادة بها تفاصيل كثيرة وتختلف على نوع العيادة اللي أنت تريد تفتحها، ولكن العيادة اللي بتصورك حاليا فهي أكيد العيادة الخاصة، وتقدر تفتحها لمن تصير طبيب ممارس. فهسه هرم التدرج الطبي افهمنا هذا عالم مختلف يختلف عن البورد. طبعا مو بس بورد وممكن تاخذ دبلوم، وممكن ايضا تصير دورات معينة رح نسولف عنها، ولكن الفكرة انه هذا البورد وهاي الاشياء هي عبارة عن شهادة انت تريد تاخذها، مثل ما باقي الاختصاصات تكمل بكالوريوس بعدين تروح تريد تكمل ماجستير ودكتوراه والى اخره. فنفس الشيء ايضا احنا عندنا شيء اسمه بورد، اريد نكمل شهاده، اريد نكمل اختصاص بورد. احنا ايضا عندنا ماجستير ودكتوراه، ولكن الماجستير والدكتوراه شيء اكاديمي تاخذه بالجامعه ما راح اسولف عنه، فالمهتم يقدر يروح يبحث فيه. فاذا انت تقرر انت تريد تدرس هاي الشهاده فتروح تدرسها، ما تريد تدرسها ما حد راح يجبرك، تبقى طبيب ممارس. طبعا لما تريد تقدم على بورد باختصاص معين فالشرط بانه انت اساسا تكون متوزع على هذا الاختصاص. يعني مثلا انت اذا تريد تصير بورد باطنية لازم تكون انت مقيم اقدم باطنية، فالتدرج الطبي والتوزيع على الاقامة القدمى هو الاساس، ومن ثم البورد وهاي الشهادات الها لجان خاصة. يعني اللجنة اللي وزعتك على الإقامة القدمى تختلف عن اللجنة اللي راح تمتحنك بالبورد، وعندنا أساساً إحنا شيء اسمه بورد عربي وشيء اسمه بورد عراقي. البورد العربي على مستوى الوطن العربي، البورد العراقي على مستوى العراق. أكو بعض التخصصات موجودة بالبورد العربي ما موجودة بالبورد العراقي، والعكس صحيح، بعض التخصصات موجودة بالبورد العراقي ما موجودة بالبورد العربي. شنو البورد وشنو طبيعة دراسة البورد؟ البورد هو عبارة عن برنامج تدريبي اختياري، انت اختاريت تدخل هذا البرنامج، وراح تكون نتيجة هذا البرنامج هو عبارة عن شهادة راح تاخذها باختصاص معين. هاي الشهادة تكون معادلة للدكتوراه باختصاصات اخرى غير الطب، ولكن هي عبارة عن دكتوراه عملية، لانه احنا دراستنا بالبورد هي دراسة عملية مو دراسة نظرية. هاي الدراسة راح تكون وانت طبيب بالمستشفى، طبيب وإلك مهامك وتستلم راتب وإلك حقوق وعليك واجبات وإلى آخره. هذا البرنامج التدريبي راح يكون لفترة من الزمن، هاي الفترة تختلف من اختصاص إلى آخر. مثلا بالباطنية راح تكون لمدة 4 سنوات، وبالجراحة العامة راح تكون لمدة 5 سنوات. هذا البرنامج التدريبي اللي راح يضعه هو مجلس البورد سواء كان العربي أو العراقي، راح يكون شيء مشابه للإقامة الدورية،
ولكن الفرق انه بالإقامة الدورية انت راح تتدرب على اساسيات الطب بشكل عام، ولكن بالبورد بالحقيقة انت راح تتدرب على اساسيات الاختصاص اللي انت اختاريت تختص به. ركز لي على كلمة اساسيات. مثلا ببورد الباطنية راح تداوم بالسنة الاولى بطوارئ الباطنية وبردهات الباطنية وباستشارات الباطنية، وراح تداوم باطنية بشكل عام، راح تمر عليك كل حالات الباطنية، ماكو تخصيص معين. وبنهاية هاي السنة الاولى راح يكون عندك امتحان بهاي السنة، امتحان راح يكون مثلا بالباطنية بشكل عام. بالسنوات البقية لا، راح يصير البرنامج مختلف، فراح تداوم مدة من الزمن بمركز الجملة العصبية، بعدين بمركز القلب، وبعدين بالتنفسية، بعدين بوحدة غسيل الكلى دايالاسيس، تداوم ايضا بمركز امراض الدم، وتداوم ايضا بمركز الاورام، وهكذا راح تمر على كل هاي المراكز خلال فترة دراستك للبورد. هاي المراكز تعتبر مركز بورد. شنو يعني مركز بورد؟ ببساطة انه مجلس البورد شاف هاي المستشفيات هي مؤهلة حتى يدرب اطباء بيهن، وبالنهاية يمنحهم شهادة باختصاص معين. فاذا المستشفى اللي انت بيها ما تعتبر مركز بورد، فرح تنتقل من عندها الى مستشفى اخرى تعتبر مركز بورد، تكمل بيها البورد مالتك مثلا باطنية لمدة 4 سنوات، وبعدين ترجع لنفس المستشفى القديمة مالتك. احيانا في بعض التخصصات الشحيحة فيرسلوك بعد ما تخلص البورد الى مستشفى اخرى ما موجود بها هذا التخصص، تخدم بها لمدة مثلا 2 سنين، ومن ثم ترجع للمستشفى القديمة مالتك اللي كنت تتدرج بها طبيا. مجلس البورد ايضا لما تنقبل باختصاص معين فرح يعين مشرف عليك، هذا المشرف هو عبارة عن استاذ بالاختصاص اللي انت تريد تختص فيه، ولكن استاذ بالمستشفى ما تابع للجامعة، لان مجلس البورد هو عبارة عن كيان مستقل ما تابع لاي جامعة. مثلا مجلس البورد العراقي ارتباطه بشكل مباشر بوزارة الصحة. خلال هاي السنوات انت رح تداوم ويا المشرف مالتك، ورح تكون طبيعة دراستك هي عبارة عن دراسة من خلال الممارسة، يعني تتدرب من خلال الممارسة، رح تمر عليك حالات مختلفة، ورح تمر عليك ايضا طرق مختلفة لعلاج نفس الحالة، وكل سنة انت تتقدم بيها بالبورد فرح تزداد صلاحياتك. فمثلا وانت مقيم دوري كانت اكو حالات معينة اساسا ما مسموح لك انه تعالجها، واكو حالات اخرى انت المسموح لك كمقيم دوري فقط انه تخلي هاي الحالات مستقرة، تخلي وضع المريض مستقر لحين ما يجي الطبيب اللي اعلى من عندك. لما صرت مقيم اقدم لا، صار من صلاحياتك وواجباتك اساسا انه تعالج حالات معينة انت ما كنت تعالجها وانت مقيم دوري اساسا. هذا اللي حكينا عنه هو قانون التدرج الطبي، ولكن بالبورد ايضا صلاحياتك راح ترتفع من سنة الى اخرى. حتى تقدم على البورد اكو امتحان تنافسي، هذا الامتحان التنافسي مثل امتحان الماجستير التنافسي اللي يصير بباقي الاختصاصات، شيء مقارب. فتقدم على هذا الامتحان ولازم تنجح يلا تنقبل بالبورد. فلناخذ مثلا تخصص معين اللي هو الجلدية مثلا، انت كملت اقامة دورية ومن ثم كملت تدرج وبعدين صرت مقيم اقدم جلدية، بهالنقطة يلا من حقك تقدم على البورد اللي هو شهادة انت قررت تريد تاخذها بحج وبرك. فرحت قدمت على بورد الجلدية، امتحنت اول سنة محتمل تنجح وخلص انه انت تصير بورد جلدية، وايضا نسميك مقيم اقدم بورد جلدية. قبل لا تمتحن جلدية كان اسمك ايضا مقيم اقدم، ولكن نسميك بلين. شنو يعني بلين؟ يعني انت مو بورد، مجرد مقيم اقدم جلدية. زين، امتحنت للمرة الاولى ما نجحت ببورد الجلدية، ترجع مقيم اقدم جلدية بلين. اذا نجي نسألك انت شنو بالضبط، تقول لنا اني مقيم اقدم جلدية بلين، يعني بعدني ما انقبلت بالبورد او ما قدمت على البورد اساسا. داوم لمدة سنة كاملة مقيم اقدم جلدية، بعدين تقدم مرة ثانية على امتحان البورد، الامتحان التنافسي، واللي يصير هو اساسا بمرة واحدة بالسنة. قدمت للمرة الثانية بورد جلدية، انقبلت، خلاص صرت بورد جلدية. قدمت ومن قبلت راح ترجع مقيم اقدم جلدية للسنة الثانية، وايضا نسميك مقيم اقدم جلدية بلين. على السنة اللي وراها قدمت على بورد الجلدية وانقبلت، خلاص صرت بورد جلدية، ولكن هنا انت صرت ممارس حسب التدرج الوظيفي الطبي، هرم التدرج الطبي انت صرت طبيب ممارس، لانه هاي عبارة عن السنة الثالثة بعد ما تم توزيعك على الاقامة القدمى. فقضيت 2 سنين اقامة قدمى وبعدين صرت ممارس، ولكن انت سنة اولى بورد. ولكن احنا هسه فهمنا البورد شنو هو، زين خلينا نفهم الدبلوم شنو هو بالضبط.
الدبلوم هو عبارة عن شهادة توازي البورد، ولكن مثلا البورد لمدة مثلا 5 سنوات ولكن الدبلوم لمدة 2 سنين. هذا مثال. وطبعا الدبلوم مو بكل الاختصاصات أساسا ومو دائما يكون مفتوح، وأيضا سواء كان البورد ولا الدبلوم لكل اختصاص معين إلى شروط الخاصة. فمثلا دبلوم الجراحة العامة حتى تقدم عليه أنت لازم تكمل 2 سنين إقامة قدمة جراحة عامة وتصير طبيب ممارس يلا تقدر تقدم على الدبلوم. بقى تعرف أنه البورد يصدر من مجلس البورد سواء كان العربي ولا العراقي، أما الدبلوم فيصدر من الجامعة، يعني دراسة تدرسها بالجامعة. فبالدبلوم أنت أيضا رح تداوم بالمستشفى ولكن أنت تابع للكلية، مثل ما كنت أساسا أنت طالب بكلية الطب بالسنوات 6 ولكن مع ذلك أنت تداوم بالمستشفى، فالموضوع مشابه. لكل من البورد والدبلوم مميزات معينة وأكيد سلبيات معينة، ولكن مع ذلك ماكو واحدة أفضل من الأخرى. بالنهاية كل منهن تعتبر شهادة عليا وتخولك لفتح عيادة بالاختصاص اللي تأخذه. وأيضا أكو شي نسميه دورات، يعني مثل ما أكو بورد مثل ما أكو دبلوم أكو أيضا دورات. شنو هاي الدورات بالضبط؟ هاي الدورات تنفتح طبعا على حسب حاجة النظام الصحي مالتنا. دورة تكون مثلا لمدة 6 شهور تأخذها باختصاص معين وتصير أخصائي بهذا الاختصاص. فمثلا دورات السمع والتخاطب فتحوها لفترة من الزمن وأخذوا بعض الأطباء هذا الاختصاص ونسد هذا الاختصاص، وحتى الآن أعتقد بعد ما فتحوه. فصار عندك فكرة أنه أكو عدد من الاختصاصات وعدد من الشهادات أنت ممكن تأخذها بشكل موازي لقانون التدرج الطبي أو هرم التدرج الطبي اللي أنت تنتمي إليه. بقى أيضا تعرف شغلة، عندنا بعض التخصصات نسميها post rotation. شنو يعني post rotation؟ يعني راح تروح لها مباشرة بعد الإقامة الدورية، ما تحتاج تروح تدرج وإقامة قدمة وإلى آخره، لا، مباشرة بعد ما تكمل الإقامة الدورية تروح لهذا الاختصاص. وطبعا يختلف من اختصاص إلى آخر، ولكن الفكرة من الموضوع أنه أنت يلغولك التدرج ويلغولك أي شيء بعد الإقامة الدورية وتقدر تروح على هذا الاختصاص. زين شنو هي هاي الاختصاصات البوست روتيشن؟ طبعا مصطلح بوست روتيشن، بوست يعني بعد، روتيشن هي الإقامة الدورية، فاختصاص بعد الإقامة الدورية. أيضا نسميه اختصاص تشجيعي أو اختصاص شحيح، يعني المنظومة الصحية مالتنا محتاج أطباء باختصاصات معينة، فتسوي بعض التشجيع وبعض التسهيلات حتى تشجع الأطباء أنه يروحون بهاي الاختصاصات. من هاي الاختصاصات النيوروسيرجري اللي هو جراحة المخ والأعصاب، والثوراكوسيرجري جراحة الصدرية، والطب النفسي، وعندنا أيضا الراديوثيرابي اللي هو عبارة عن العلاج الإشعاعي، وأيضا عندنا طب الطوارئ، والطب العدلي أيضا عبارة عن اختصاص تشجيعي. فهاي عبارة عن جملة من الاختصاصات التشجيعية، هاي تتغير من سنة إلى أخرى على حسب حاجة المنظومة الصحية. فمحتمل مثلا السنة الجاية تصير النسائية اختصاص تشجيعي، وبعدين تصير الجلدية اختصاص تشجيعي. تخيلوا حتى تقدم على هذا البوست روتيشن، فأساسا راح تنطلق استمارة خاصة وانت مقيم دوري حتى تعرف شنو الاختصاصات التشجيعية. فمباشرة بعد ما تكمل الإقامة الدورية تروح لهذا الاختصاص وتدرس بورد بيه. والحالة الثانية لا، مثلا انت كملت إقامة دورية وكملت تدرج وصار هذا الاجتماع الكبير حتى يوزعون الأطباء على الأفرع، وانت بهالنقطة مثلا معدلك التراكمي جدا قليل، فبالنهاية رح تصير انت آخر الأطباء اللي يتوزعون على اختصاصاتهم، فرح تبقى بالنهاية هي هاي الاختصاصات الشحيحة البوست روتيشن، فتقدر بذاك الوقت أيضا تختار من هاي الاختصاصات. وطبعا أكو أعداد كبيرة من البورد والدبلوم والدورات، أكو هواي أشياء، وأساسا عدد التخصصات يتغير من سنة إلى أخرى بتغير وتطور الطب بالعراق وأيضا بالعالم مو بس بالعراق. خلينا نأخذ مثال على الاختصاص والاختصاص الدقيق فيما يخص البورد حتى بس تصير عندنا فكرة عن الاختصاص الدقيق. مثلا أنت صرت مقيم أقدم باطنية وقدمت على بورد باطنية لمدة 4 سنوات، بعد ذلك تريد تصير كارديولوجيست، يعني تريد تصير طبيب قلبي. طبعا التقديم على الاختصاص الدقيق شيء مشابه للتقديم على البورد، ايضا يطالبوك مثلا بكذا سنة بعد اختصاص البورد، يعني كملت انت بورد باطنية يطالبوك انه مثلا خدمة 2 سنين قبل لا تقدم على الاختصاص الدقيق اللي هو قلبية، ومن تقدم ايضا امتحان تنافسي تقدم عليه، ممكن تنقبل ممكن ما تنقبل،
وهكذا. فالمسألة مماثلة، داومت لمدة 3 سنوات اختصاص دقيق قلبية، وصرت شي نسميه interventionist. شنو يعني interventionist؟ يعني عبارة عن طبيب يسوي قسطرة للقلب، ابحث بقسطرة القلب إذا ما تعرفها. والاختصاص الدقيق قلبية أيضا به عدة اتجاهات، فأنت ممكن تصير interventionist، ممكن تصير اختصاص آخر وهكذا. وبعد التخصص الدقيق أكو أيضا تخصص ما فوق الدقيق، فدائما أنت تقدر ترتفع بالرتبة الطبية. هاي الأشياء كلها، أنه أنت تصير أخصائي وتصير استشاري وتصير كذا، هاي الأشياء كلها تأخذها من البورد. إذا بقيت طبيب ممارس ما ممكن توصل لهاي المراحل، فلازم تدرس شهادة يلا توصل لهاي المراحل. وتذكر دائما the top of a mountain is a bottom of another، يعني قمة جبل معين هي عبارة عن قعر جبل آخر أعلى من عنده، فكل ما ارتفعت بأي اختصاص تقدر بعد ترتفع أكثر. وأساسا لو أنت بقيت بنفس الاختصاص ومارست به أكثر، يعني بدون ما تكمل اختصاص دقيق، أيضا هذا يرفع من رتبتك الطبية. فمثلا الطبيب الاستشاري يصير استشاري بعد ممارسة اختصاصه لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، يختلف حسب التخصص، فيصير لقبه طبيب استشاري، وهاي من أعلى الرتب الطبية. فهسه على ما أعتقد صار واضح البورد وهرم التدرج الطبي والاختصاص الدقيق والاختصاص ما فوق الدقيق وإلى آخره. على ما أعتقد الأمور صارت واضحة. هسه خلينا نسولف شوية عن جماعة التعليم. بعض الأطباء يتعينون على وزارة التعليم اللي هم عبارة عن 10 الأوائل على الكلية، ومن نقول 10 الأوائل نقصد بيهم 10% الأوائل على دفعتهم. فمثلا يمكن يكون أكو كلية بها 300 طالب، فالعشرة بالمية الأوائل هم عبارة عن 30 طالب. الفكرة من جماعة التعليم أنه من يتعين على التعليم فيتعين بصفته معيد، فانتماء الأساسي للكلية مو لهذا هرم التدرج الطبي وإلى آخره والمستشفى اللي ذكرناها قبل شوية، يصير انتماء بشكل أساسي للكلية، يصير لقب الوظيفي معيد بالكلية. ولمن يعينوهم؟ اختصاصه يتحدد من البداية. فمثلا الكلية محتاجة مقعد واحد جلدية، مقعد واحد عيون، مثلا 3 مقاعد جراحة، 3 مقاعد باطنية وهكذا. فالمقاعد محددة، يصير توزيع هاي المقاعد بشكل محدد على ذول الأطباء اللي تعينوا على التعليم. بسنة 2022 كان تعيين الأطباء ذول إجباري على التعليم، لازم تتعين على التعليم، هاي بسنة 2022. بسنة 2023 اللي هو آخر الدفعة تعينت حتى الآن بتاريخ هذا الفيديو، فكان التعيين اختياري، بكيفك تريد تتعين على التعليم أو لا، تتعين على الصحة إذا ما تعينت على التعليم. وهاي القوانين تبقى تتغير على حسب حاجة وزارة التعليم للأطباء، الأطباء اللي هم الأساتذة، يعني أساتذة الكلية. فمحتمل أساسا بعد ماكو تعيين على التعليم، ومحتمل لا يرجعوه إجباري لأن الكلية محتاجة أطباء يدرسون الطلاب. وبعدين حتى هذا الطبيب اللي متعين على التعليم يقدر يروح يدرس بورد، فيسمحوا له بأنه يداوم لمدة 1 سنة كاملة بالمستشفى اللي هي الإقامة الدورية. بعد ما يكمل إقامة دورية راح يرجع للجامعة مالته أو للكلية، يداوم لمدة 1 سنة بالكلية، بعدين أيضا يقدم طلب، يصير بها الصيغة مالته، يقدم طلب أنه أنا أريد أروح أدرس البورد. ومن يروح يدرس بورد، على الرغم من أنه اختصاصه متحدد أساسا مسبقا، ولكن مع ذلك من يريد يدرس بورد أيضا راح يمتحن الامتحان التنافسي حالة حال اللي متعين على الصحة. بعد ما تكمل بورد، خلاص أنت كملت بورد وصرت أخصائي، راح ترجع لكليتك، تصير أستاذ جامعي، أستاذ بكليتك، تدرس الطلاب مثل ما هسه حاليا الأطباء يدرسوكم. دول الأطباء متعينين على التعليم، يسوي هذا الطبيب تنسيب على الصحة، فيصير يداوم بالكلية ويداوم بنفس الوقت بالمستشفى. زين السؤال هنا، أنا رح أبقى أدرس طول عمري ولا أكو نقطة معينة رح تتوقف بها الدراسة؟ بعد كلية الطب لا، الدراسة رح تصير مختلفة، الدراسة رح تصير occasional. شنو يعني occasional؟ يعني حسب المناسبة. شنو يعني حسب المناسبة؟ يعني حسب حاجتك، انت تحتاج تدرس تدرس، ما تحتاج تدرس ما تدرس. زين شو وقت ممكن تحتاج تدرس؟ مثلا بالإقامة الدورية انت عندك ديفكت بفد شيء معين، مثلا فحص النيورولوجي او الفحص العصبي، مثلا انت ما درست بشكل جيد او ما اهتميت بيه، او صار في ظروف معينة بالكلية ما قدرت تدرسه صحيح، فتحتاج انه تراجع، لانه بالإقامة الدورية انت طبيب مسؤول فتحتاجه. ولكن لازم تاخذ بنظر الاعتبار انه انت تصير طبيب
من الدوام بالمستشفى مو بكلية الطب. لهذا السبب محور دراستك بشكل أساسي رح يصير من خلال توثيق المعلومات اللي أخذتها بكلية الطب. يعني مثلا بكلية الطب أنت درست أصوات القلب وعرفت أنه أكو شيء اسمه سماعة قلبية استثسكوب وتخليها سوري مستر مايك وتخليها على قلب المريض وتسمع أيضا أصوات قلب المريض وتحدد إذا كانت نورمال إذا كانت أب نورمال وإلى آخره، وعرفت أنواع المرمرز وأصوات القلب كلهم بالكامل. فهذا الشيء أنت درسته بكلية الطب، ولكن بالمستشفى أنت رح تمارسه، يعني رح تسمع دني المرمرز والأصوات الأخرى وتميز ما بيناتهم. فصار تعليمك بالمستشفى من خلال الممارسة، تدرس من خلال الممارسة. فهاي الصفة المميزة للمستشفى، والصفة المميزة أيضا للبورد. فالدراسة رح تصير قليلة جدا بالحقيقة، ولكن هي بشكل واقعي مو دراسة عن طريق الآيباد أو عن طريق كتاب معين، تصير عن طريق الممارسة. وممكن تكون أنت طبيب أخصائي واصل لأعلى الاختصاصات the top of the last mountain مثلا، فأنت مثلا عندك عملية باشرة تريد تسويها مثلا، هاي العملية بها ظروف مختلفة عن اللي أنت معتاد عليه، بها هواي متغيرات، فتضطر تروح تدرس عن هاي العملية وتبحث بكل الارتيكلز وبكل المصادر اللي ممكن تكون موجودة عن هاي العملية حتى تحضر نفسك لهاي العملية اللي رح تصير باكر، فممكن تسهر الليالي على مود هاي العملية. او مثلا صادفك حالة معينة انت ما تعرف هاي الحالة شنو هي بالضبط، او ما عندك التفاصيل الكافية عنها، فايضا ممكن تروح تبحث حتى تدرس هاي الحالة، فرح تصير دراستك بهالطريقة occasional. تحتاج تدرس تروح تدرس، ما تحتاج تدرس ما تدرس. ولهنا انتهى هذا الفيديو، اتمنى ما اكون طولت عليكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم اللي رح يكون عن كلية الطب، واي سؤال عندكم اكيد التعليقات موجودة. نلتقي بالفيديو القادم.